شركاً وها هل مالين وحادي رد اللوغو سارة يدجين تا قرشاها حاسلين تا يهورنبارين تا دالكا سنة دالو داكون يالبا يالواتان يلاشان يالواتان كا وحانا مرتيق لسي مركي وور لسي بونتان وحانا قوب جوكا ها مدحكا سعطي وزارة داريماها قدها دولة دا فدرالكا سوماليا وزارة داريماها قدها مامل قولي دالكا يا مسؤولين كا سعطي سفارة دا نوروية سوماليا ويدو برنامج كاني تاقيري سي وزير كوهين كاريما قدها الدولة وصية الديمقراطية دين تبونتلان عبد الولي مرحرسي وكاد ليه فريتان كشيركاني هيا كوبو ريه مدحدة دولة فدرالك سوماليا إن بونتلان هانا يكلاش قيان دانكا هرمارينتا يكابيا شلقالها كبونتلان هانا نوحا دونينا إن نالهرماريو كابيا شيئا دقالح إن وحان أبا هن هاي هديتها ودوين هديتها علل هديتها إفن أما نورين هديتها كلومة يستو أما تذكر نقالي سكر الله سوق هذا هديتها بيره هديتها تذكر أباره ساميين باتوي ساميين إن دب لوجو ساميو دبوا نقالين مدحا حفيسك سفارة النوروية مقدشو مصر هوكين ايا بوريه هيرقالك قرشاني حسين اينو سو سعودين مدد طبان سنة اينا سي وضيان تاقيرا دا برشادة سوماليات ياسي دي اوه اللهايين حاسلوني ايا هرومر ودجرا We have supported stabilization programs in Somalia since 2013 so this is the 10th year that Norway is supporting stabilization programs in Somalia. Aya simaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Alaso ayaa soo qaatay habka la isu waafajinayo qorshayaashan ishuwan ee xasilinta iyo horumarinta dalka ee saddexda sano ee soo socota ee wasaaradooda hormuudka ka tahay anaga ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan waxaan maaragtay maande yahay waajibaadkeena shaqo xasilintii goobihii jilicsanaa ee laga xoreeyay qulyooyinka al-shabaabka iyo sidii loo gaarsiin lahaa serviceka u baahnaayeen si ay u noqoto bulshadii bulsho wixii shalay ay ku nooleen wax ka bedelan aragtay dowladnimadana maaragtay soo dhoweyniso Yuusuf Maxamed Maxmuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe